السلام عليكم، شفتوما لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا كاملين على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، نهار جديد. اليوم اخواتي كما كتشاهدوا الفيديو غيكون اكثر من رائع، يعني عيد الطبيعه وجمال الطبيعه. خليكم معايا ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. كما كتشاهدوا هنا اخواتي، الفيديو هذا مباشره من مايوركا اسبانيا. هنا كاين واحد الجبل هو معروف غني عن التعريف، يعني كيجيب له السياح من جميع انحاء العالم. وهذا الصيف هذا راه عندي صوره في صيف 2022، عاد حان الوقت باش نتقاسمه معكم، لان عجبني بزاف المناظر تما وقلت ضروري ضروري نصور باش نتقاسم مع المتتبعين الاوفياء ديالي. ونتمنى على الله الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله يا ربي. ودابا ان شاء الله غنطلقوا غنطلعوا الجبل ديالنا اللي جينا يعني بحثنا في الانترنت على الجماليه ديالو والمناظر اللي فيه، وقلنا ضروري واحد النهار نمشيو لهذا المكان هذا. يعني جا شويه خارج، لان مايوركا هي جزيره في اسبانيا معروفه، وهاد البلاصه هذه انا اول مره كنكتشفها صراحه. يعني الولد ديالي الله يرضى عليه هو اللي قال لي ماما كاينه واحد البلاصه مزيونه تمايا، وبحث في الانترنت وطلع لي التصويرات وداكشي. انا متفاجئت من شوف ديك المناظر، كيعجبني الطبيعه وكيعجبني الحاجه اللي ناتوريل، وقال لي ماما هاد البلاصه تعجبك بزاف وترتاح فيها. وفعلا كان كلام ديالو على صواب وعجبتني البلاصه بزاف، وحتى نتوما تعجبكم اكيد. انتما كتشاهدوا معايا اخوتي، حنا طالعين كاين هاد الجبل هذا وعاملين له الحمد لله معدلين، داكشي عندهم منظم الدريجات. يعني كطلع ما كتحسش بديك الجبل، يعني كطلع يعني بسهوله شويه علينا طالعين. وهذا الفيديو هذا انا كنت في الاول لما مثلو لا موسيقى خليته عادي، ولكن شفت الهواء مع الجبل كيعطي واحد الصدى، واحد هذا شويه كيزعج، واضطريت حيت الصوت اللي كان عندي كنت عاملاه يعني خليته بدون مونتاج. ولكن ملي جيت باش نحطه شفت ديك الصوت ديال الريح وديال الجبل، يعني الواحد طالع في واحد العلو، كل ما الانسان كيزيد يطلع كل ما الريح كان هذاك النهار. وحيت الصوت ديال الفيديو. المهم خوتي، كنتمنى الفيديو والمناظر اللي كنتقاسمها معكم والاماكن اللي كنمشي لها تكون كتنال الاعجاب ديالكم وترقكم ان شاء الله. وما تنساونيش دائما دائما كما كنقول لكم، ما تنساوناش بالبارطاج وباللايك، راه بزاف الاخوات والاخوان كينساو اللايك، وكذلك شي تعليق محفز وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله.
وهنا اخواتي حنايا هنا كنتسناو النوبه ديالنا، خدينا التيكيت وكنتسناو النوبه باش نركبوا في واحد القارب صغير، كاينه قوارب صغيره يعني مزينه بالاضواء وكتسارى بك دابا حنا تحت الجبل وكتمنظر وتشوف المناظر الخلابه اللي كاينه تمايا. ونتمنى لكم فرجه ممتعه، دابا ما عندي حتى نهضر فاش تتمتعوا لي بالاجواء ان شاء الله، وخليتكم لهنا والراحه، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم. Mirador, por favor. Gracias. Simón, Fish, mirador. This place is cool. Sorry. Excuse me. Yeah. Nie wiedziałabym, że to nie wiedziałabym. Tak, żebyśmy szli.